أهلا بكم. وقع الأردن والولايات المتحدة اتفاقية المنحة النقدية السنوية بحجم 845 مليون دولار لدعم الموازنة في المملكة. الاتفاقية التي وقعت برعاية رئيس الوزراء جعفر حسان والسفيرة الأمريكية في عمان تتضمن مساعدات إضافية بقيمة 200 مليون دولار تم إقرارها للأردن في بداية العام الحالي من الكونغرس، وتأتي المنحة ضمن إطار مذكرة التفاهم الرابعة التي تم توقيعها بين البلدين والاحتفال بالعام 75 على العلاقات الدبلوماسية والاستراتيجية بين البلدين. وقعت الاتفاقية في مدرسة إسكان أبو نصير الثانوية المختلطة والتي تم بناؤها ضمن مشروع مدارس الاقتصاد المعرفي بدعم أمريكي، وبدأت استقبال الطلبة في نيسان الماضي. هاي المنحة هي كمان تتضمن 200 مليون دولار مساعدات إضافية تم إقرارها للأردن في بداية العام الحالي من قبل الكونغرس الأمريكي. طبعا بالإضافة لهذا المبلغ تم توقيع في شهر حزيران الماضي على منح بقيمة 362 مليون دولار، واللي هي بتتوجه لدعم تنفيذ مشاريع ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في قطاعات مثل التعليم، الصحة، المياه، تحديث القطاع العام وغيرها من الأولويات. This assistance will help and support Jordan as Jordan works to achieve the goals outlined in His Majesty's economic modernization vision, and also help and support Jordan in improving education, healthcare, and water resources and the sustainability of those water resources. أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أن الحكومة ستواصل في العام المقبل إجراءاتها لحماية أفراد الطبقة الوسطى والدخل المحدود وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية. وقال خلال لقائه خطاب مشروع موازنة 2025 في مجلس النواب إن الحكومة تتوقع استمرار الحفاظ على معدلات تضخم مستقرة وتحقيق استقرار نسبي في أسعار السلع هامة وتوفير مخزون استراتيجي. وزير المالية أكد أن الحكومة وجهت أولويتها للقضايا التي تهم المواطن، حيث رصدت مخصصات للرواتب والتقاعد للجهازين المدني والعسكري ب 6 مليارات و 630 مليون دينار، ما يتطلب دفع أكثر من 550 مليون دينار رواتب شهرية. وقد بلغت مخصصات رواتب الجهاز المدني نحو 2 مليار و 150 مليون دينار، وبارتفاع مقداره 122 مليون دينار أردني لتغطية الزيادات الطبيعية على الرواتب العاملين في الجهاز المدني وكلفة الإحداثات الجديدة في الجهاز المدني. وتقديرا للدور الحيوي والاستراتيجي للأجهزة العسكرية والأمنية، فقد رصدت الحكومة مخصصات للجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة العامة بحوالي 3 مليار و 178 مليون دينار أردني. وفي جانب الدين العام المتوقع أن يصل إلى 90% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أكد وزير المالية أن الحكومة ستعمل على خفضه عبر استبدال الدين مرتفع الكلفة بقروض ميسرة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بالتركيز على قطاعات الإنشاءات والسياحة والصناعة، فضلا عن تنفيذ مشاريع كبرى مرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي. وزارة المالية ملتزمة بسداد جميع الأقساط والوفرات لصالح صندوق الضمان بشكل كبير، حيث وصل التسديد من الأقساط والفوائد إلى حوالي 734 مليون في عام 22، وإلى أكثر من مليار دولار في عام 23. ولابد كذلك من التأكيد على أن خفض الدين يعتمد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد، ولذلك جاءت هذه الموازنة لتستهدف البدء بتمويل المشاريع الكبرى ومواصلة تنفيذ المشاريع القائمة وفق برنامج رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي. أما موازنة الشركات والمؤسسات والهيئات التابعة للحكومة، قال وزير المالية أنها ستحقق صافي عجز بحوالي 788 مليون دينار بحسب مشروع موازنة 2025، وأرجعه إلى الدعم غير المباشر لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه. أما فيما يتعلق بالوحدات الحكومية، فقد قدر إجمالي الإيرادات للوحدات الحكومية في عام 25 بنحو مليار و11 مليون، في حين قدرت النفقات للوحدات الحكومية بنحو مليار و799 مليون دينار أردني، موزعا بواقع مليار و188 مليون دينار للنفقات الجارية و611 مليون دينار للنفقات الرأسمالية. ومحصلة لذلك، فقد قدر صافي العجز لجميع الوحدات الحكومية في عام 25 بحوالي 788 مليون دينار،
وإذا ما تم استبعاد عجز كل من سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر ب 823 مليون دينار أردني، والذي يشكل دعماً غير مباشر لكل من قطاع المياه والكهرباء، فإن صافي العجز يتحول إلى وفر مقداره 35 مليون دينار أردني. بمبيعات تجاوزت 3 ملايين دينار وعدد زوار بلغ أكثر من 361 ألفاً، اختتمت فعاليات مهرجان الزيتون 24 الذي شهد بيع نحو 189 طناً من زيت الزيتون. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. نجاح لافت حققه مهرجان الزيتون الوطني والمنتجات الريفية 24 الذي أزدلت ستارته بعد 10 أيام على افتتاحه مع تجاوز عدد زواره التوقعات. لله الحمد أنه دخل عندنا ما يقارب هذا العام أكثر من 360 زائر، 360 ألف زائر. هذا الرقم المأهول لم نعهد له سابق. هذا انعكس إيجاباً على مبيعات المزارعين، صغار المزارعين، أصحاب المعاصر المتواجدين لدينا في مهرجان الزيتون. دخل لدينا ما يقارب 185 طن من الزيت الزيتون، ما يقارب 20,000 عبوة. المهرجان ضم قطاعات جديدة من زراعة التمور والنحل والزراعات العضوية، وأتاح المجال لأكثر من 1000 مزارع لترويج وتسويق منتجاتهم التقليدية والتراثية. المهرجان أتاح لي الفرصة أني أجيب إبضاعتي وكل في بيع مباشر مع المستهلكين هون، ومش بس بيع مباشر، الوصول إلى أسواق جديدة. كنا بنعمل تشبيك على تسويق الحرف الوطنية اللي شبه اندثرت زي مهنة تهديب الشمغات. إحنا الحمد لله هاي الزاوية اللي أنت شايفها بتخدم أكثر من 30 سيدة. نعتبر المهرجان كنافذة تسويقية لمنتجاتنا التراثية والحرفية. هذه تجربتنا الأولى في مهرجان الزيتون، وكان فعلا يعني مهرجان جميل مستقطب كثير من الناس سواء من الأردن أو من الخارج. هاي مشاركتنا الثانية في مهرجان زيت الزيتون الوطني، والحمد لله كان في إقبال غير مسبوق من الناس ومبيعات الحمد لله هائلة. ورغم ما تحقق من مكاسب وتنوع في المنتجات، إلا أن سوء التعبئة والتغليف لبعض المنتجات كان اللافت من وجهة نظر الزائرين. مهرجان ما شاء الله كثير فيه تنوع، فيه أشياء مختلفة، وبس في نقطة يعني أنا بدي أعمم عليها من ناحية التعبئة والتغليف. في كثير أشياء يعني من سنين قديمة نفس الأمور، بس هي بحاجة لتطوير وتحديث أكثر يعني. وبانتظار النسخة القادمة من المهرجان العام المقبل، يبقى هذا المهرجان بمثابة الحافظة للتراث الأردني وهويته. أكد مصرف سوريا المركزي أن ودائع وأموال السوريين لدى جميع المصارف في أمان، وأن العملة المعتمدة للتداول هي الليرة السورية. جاء ذلك في رسالة وجهها للسوريين عقب انتشار صور وفيديوهات لسرقة أموال البنك المركزي وسط دمشق عقب سقوط نظام الأسد. وشدد المركزي استمرار عمله والإشراف على عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية العاملة وفق الأنظمة النافذة، لافتا إلى أن كل المعلومات والقرارات التي تخص عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية تصدر عن مصرف سوريا المركزي.